بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي. إن شاء الله اليوم راح نتكلم في درس بسيط جدا عن الأحماض النووية. الأحماض النووية تعتبر جزيئيات مركبات عضوية معقدة جدا، طبعا هي مسؤولة عن جميع العمليات الحيوية الأساسية للكائنات الحية، وتوجد في نواة الخلية، وتتكون من وحدات بنائية أساسية تسمى بالنيوكليوتيد طبعا، ويتألف الحامض النووي من عدد كبير من النيوكليوتيد من ثلاثة أنواع من جزيئيات، تم تصنيفها أنها تصنف ثلاث أنواع من الجزيئيات. أول جزء هو قاعدة نيتروجينية، ثاني جزء حامض الفسفوريك، الجزء الثالث هو جزء السكر الخماسي اللي شرحناه قبل. وطبعا ترتبط النيوكليوتيد مع بعضها البعض بروابط تساهمية لتكوين الران أو الدي ان اي. طبعا الحامض النووي الدي ان اي يحتاج ترابط كبير جدا بروابط تساهمية بالنيوكليوتيد، تحصل لها اندماج علشان تكون هذا الدي ان اي. طبعا تكون بعملية معقدة جدا وسريعة بنفس الوقت، يعني تنتج أشياء مركبات طويلة جدا في دقائق، يعني ما تستمر ساعات أو شهور. وأيضا راح نتكلم في الدروس الجاية عن الحمض النووي DNA بشكل متعمق. أتمنى أنكم فهمتوا الحين علاقة النيوكليوتيد بالأحماض النووية والأجزاء الثلاثة اللي شرحناها، جزء حامض الفسفوريك وجزء السكر الخماسي وقاعدة النيتروجين، ضرورية جدا لتكوين الدي ان اي. هذا الأساسيات لتكوين الدي ان اي. إن شاء الله في الدرس القادم راح نتعمق في الدي ان اي. أتمنى أنكم، هذه مقدمة بسيطة عن هذا التكوينات الأساسية فقط، إن شاء الله نشوفكم في الدرس القادم.